بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المشاهدون والمشاهدات، كما هي العادة نبتدئ من الأسئلة التي ترد من الفيسبوك ثم ننتقل لاتصالاتكم. عم يقول: هل يجوز أن أدعو بالعامية أثناء الصلاة؟ وهل أستطيع أن أدعو أي دعاء ولا حصرا أدعية محددة؟ يعني واحد عم يصلي وهو عم يصلي بالسجود: اللهم اغفر لي، اللهم أعطيني، اللهم ارزقني، ادعي بالعامية، بس مو دعاء الناس. يعني يا رب بدي هيك شي كيليين كباب وشوية سلطة ومحن شوية، هلا هيك ما بيصير. يعني طبعا في أدعية محددة التي لا تطلب إلا من الله، يعني تدعو الأدعية التي لا تطلب إلا من الله، بالعامي بالفصيح ما في مشكلة. السؤال الثاني: أخي لديه مبلغ 5 ملايين وديعة ببنك إسلامي ادخرها لعله يتمكن من شراء منزل، لأنه يسكن بالأجرة هو وأهلي ومر على هذا المبلغ عام، ولكنه أضاف عليه خلال هذه السنة أكثر من دفعة ليصل 10 ملايين. السؤال: زكاة المال على كامل 10 ملايين أم فقط على المبلغ الذي مضى عليه العام ألا وهو 5 ملايين؟ لا، الزكاة على 10 ملايين مو على 5 ملايين. هل يجوز إعطاء الزكاة لأخيه مع سور الحال؟ طبعا، يعني هي فيها صلة رحم وفيها إيصال المال إلى مستحقيه. أما عم يقول إنه بصير يعطيه المال ويعتبره بدل دين كان استدانه منه أخوه من قبل، لا، الدين شيء وهذا الدين فرض انك بدك تأديه من مالك للمديون، وهذا الزكاة فرض، يعني هن صار في فرضين في المال، فانت بتعطي لأخوك الزكاة شيء وبتعطي الدين شيء تاني، يعني ما بجوز تجعله دين وزكاة بآن واحد. الرجل متزوج 2، واحدة من الزوجات متوفية والثانية بالحياة وكذلك الزوج متوفي، كيف ترث كل من الزوجتين؟ وهل يقسم مقدار الثمن بين الزوجتين من الميراث أم كل زوجة ترث الثمن؟ هلا إذا كان الزوج متوفي قبل التنتين، الزوج توفى بعدين توفيت واحدة وواحدة موجودة، طبعا الزوجتان ترث من الزوج الميت، لأنه اللي ماتت ماتت بعدهم منه والتانية موجودة، التنتين بياخذوا الثمن، التنتين بياخذوا الثمن بيقسموهم بالنص، نص الثمن لهي والنص الثاني لورثات اللي ماتت. زوجتي أطلب منها أن تصلي وهي بعض الأحيان تصلي وأغلب الأحيان لا تصلي، ما هو حكم علاقتي بها؟ طبعا بدك تأخذ بيدها إلى الصلاة، بتضل بتدير بالك عليها وبتنصحها، هكذا تفعل. كنت أستودع مالا عند أحد الأقارب للتشغيل وكان أخي يعمل معه، من دون استشارتي سحب المال منه ليعمل به ولم أدري إلا بعد 6 أشهر، وكتب لي بهم ورقة، وهذا الموضوع مضى علي 10 سنوات لعدم الاستطاعة على حد قولي، فهل أستطيع المطالبة بالقيمة الشرائية للمبلغ في ذلك الوقت أم المبلغ ذاته دون إضافة، مع العلم أن المبلغ كان بقدر ثمن يقدر بثمن منزل، أما الآن فهو لا يشتري سوى براد وغسالة. يعني مصالحة بينك وبينه، مصالحة للمبلغ اللي عطيته إياه، ولا أنه والله بدنا هلأ يعني ما يقيم بثمن بيت، لا، يعني مصالحة بتسدده وبتقاربه وهذا هو الحل. أنا مغترب من 20 سنة وأرسلت لوالدي مبالغ لشراء منزلين في سوريا، من فترة تفاجأت بأن والدي حول ملكية البيتين لاسمه وأخ البيتين لاسمه واسم أختي بدون علمي، طلبت منه إعادة البيوت فرفض وقال لي: أنت ومالك لأبيك، هل بالإمكان تفسير ما حصل وهل يجوز؟ هلأ بين الأب وابنه يعني هون في حالة هيك جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه هذا الولد يعني ما أصبح بهذه الحالة حتى يعني أنفق عليه أبوه الكثير ورباه وتعب عليه. هلأ إذا أعطى الولد لأبيه حق للأب أن يأخذ من ماله أبي، بس إنه يحوله لاسم أخته لا، أما لاسم الأب وحده مثلا أو شيء بيحق له. أنا نزلت برنامج لقراءة القرآن على موبايلي وبعد ما نزلته فتحت شوف تعليقات العالم، لقيت إنه في عالم كاتب إنه في نقص في بعض الآيات وفي أخطاء إملائية، وفي عالم كاتب إنه البرنامج
ممتاز. السؤال: فيني اقرأ ولا هذا البرنامج صار مشكوك بصحة القراءة فيه؟ مع العلم أنا نزلته لأقرأ فيه بدون أنترنت. لا، طالما صار في تعليقات بدك تعرض هالبرنامج تبع القرآن الكريم اللي على موبايلك على أحد القراء الحفظة يدقق لك يا. فإذا قال لك أنه والله ما في نقص وما في أخطاء ولا بالتشكيل ولا كذا ولا في ممتاز، قال لك في نقص طبعا لا تقرأ منه ولا تلتفت إليه، وممكن تنزل واحد تاني، وما أكثر برامج القرآن الكريم الموجودة على النت. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. 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 أهلا وسهلا، تفضلي. يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك يا مرحبا. بدي أسألك سؤالين إذا سمحت. تفضلي. السؤال الأول، زوجي كان نادر إذا حماتي عملت عملية ونشحت ومشيت على رجليها إنه يذبح لها خروف عند رجليها، ونشحت العملية وصارت تمشي حماتي على رجليها، بس بعد فترة يعني مريت فترة وما ذبح الخروف، توفيت حماتي. كيف هلأ بده يوفي بندره؟ هو نادر يذبحه عند رجليها، بيذبحه بدون ما يكون وين ما كان بيمشي الحال، يعني مو شرط عند الرجلين، بس لازم يوفي بالنذر. لازم يوفي بالنذر. نعم. السؤال الثاني، وقت توفيت حماتي كانت طرقات مسدودة وهيك، ما كان في مجال ياخذوها على القبر تبعهم، فكان في شيء اسمه انه يستأجروا قبر لمدة 5 سنين ودفنوها، استأجروا قبر يعني مقبرة قريبة عليهم ودفنوها فيه، وهلأ 5 سنين خلصت، فانه بدهم ينقلوها من القبر تبعها للقبر تبعهم. في ناس عم يقولوا له حرام انه تفتح القبر وتنقلها يعني بقايا الجثه، فشو الحل؟ وفي ناس قالوا له انه تبع التربه، قال له انه ما في داعي، بجوز اصحابين القبر لمده 10 سنين ما يموت عندهم حدا، العلم عند الله، يعني ما ينفتح القبر هلا، فشو رايك؟ هلا اول شيء انا اول مره بسمع انه قبر بيتاجر، يعني هي اول مره بسمعها هي القصه. الشيء الثاني انه لا، ما بجوز نفتح القبر لانه بجوز الجثه لسه ما تفسخ، لسه يعني ما فنيت، فلا يجوز، وهذا العمل غير جائز. يبقى بمكانه، تبقى بمكانها، ولما بيصير في ميت اخر بتكون هني فنيت الجثه بيندفن فوقها بدون اي اشكال. أما لا يجوز فتح القبر ونقل الجثة، خاصة إذا ما فنيت. هلا إذا فنيت يعني بقي عظام جائز، أما بدون هيك لا يجوز فتح القبر. ناخذ اتصال. ألو. ألو، مرحبا شيخنا. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا. الله يسعد صباحك يا رب. يا ميت أهلا وسهلا. بدي أسألك بقضية، الله يخليك، قضية ورثة. ألو. تفضلي تفضلي معي. ألو. تفضلي معي شيخنا. في لي مرت أخ ساذجة يعني، وهيك مثل المعوقة تقريبا، إلى أخ كبير بقى لهم ورثة، توفى الأب وهذا الكبير تولى الورثة، كل إخواتها أخذوا الورثة، ورثتها إلى يعني استغل ضعفها، أخذها على المحكمة بحجة إنه تروح لعندهم زيارة، قام نزلها على المحكمة تتنازل تمسكنها، يعني انه بدي اشتري سيارة، الله يخليك كذا، ما بكفوا من الحكي، قامت تنازلت عن حقها، قام هو بخطيتها يمكن صابه سرطان بالرأس وتوفى. بقى وقت اللي كان مريض ما يخلوها تفوت لعنده لانه يمسك لها ايدها بده يقلها شيء، ارتبط لسانه يعني ما قدر يحكي. أم بعد ما مات مرت أخوها يعني كتب البيت وكل شيء، يعني هو بيملكه باسم مرته، وهلأ متنعمة مرته ما عم تتعرف عليها بشيء، فشو الطريقة شيخنا لتستعيد يعني ورثتها، لأنه توفى أخوها وهلأ مرت أخوها اللي متريسة على الأموال ومكتبته ياهم باسمه، وكانوا يمنعوها انه تفوت لعنده لانه بده يبري زمته، يمسك لها ايده بده يقول لها شيء يسحبوها لبرا، يعني ما يخلوها انه يقول لها شيء او
هلا الحال الحل بيرجع لضمير مرت اخوها، بدها تتذكر انه هذا المال مال حرام اللي معها، وهن مغتصبين مالها، وانه زوجها عم يتعذب بقبره هلا لانه اخذ مال اخته بغير وجه حق، ومن ظلم شبرا من ارض قيده الله من سبع اراضين يوم القيامه. فهذا الحل انه نذكرهم، ما تذكروا على القضاء، يعني ما في غير هالحلول اللي أنا ذكرتها، إما أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى فيعيدوا هذا المال، أو أنه تطرقوا أبواب المحاكم والله هيك يرد عليها حقوقها يا رب. ناخذ اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي أنا حالف على زوجتي ثلاث يمينات. نعم. آخر يمين رجعت فيه، اخر شيء حلفت عليها يمين انه ما تروح لعند اختها، وهلا بدي اياها تروح لعند اختها. اول كفارة اليمين هلا حلفت ثلاث يمينات بمجلس واحد؟ ايه لا مو مجلس واحد، يعني كل يمين بمجلس. اخر يمين رجعتها. ايه نعم. يعني اول يمين شو قلت؟ اول يمين شو قلت لها؟ حلفت عليها طلاق. شو اللفظ؟ قلت لها علي الطلاق. والثاني؟ هي صار. والثاني نفس الشيء، والثالث نفس الشيء، اخر شيء حلفت عليها يمين ما تروح لعند اختها. هلا بدي اياها تروح. يعني هذا ما له وجه الا على قول عند الحنابلة، الا عند الجمهور هي اليمين وقعت، اذا بتروح ما بترجع لك باليمين الثالث. لكن في قول عند الحنابلة انه كفارت يمين بهاللفظ تبع علي الطلاق. اطعام 10 مساكين. باخذ اتصال. الو الو الو، اهلا وسهلا. الو اهلا وسهلا. ايه تفضل. اهلا وسهلا. تفضل. اهلا وسهلا. مرحبا شيخنا. يا ميت اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا وسهلا ومرحبا. انا عسكري كنت نازل اجازه. نعم نعم. حلفت بالطلاق انه ما بنزل لثلاث شهور. شو قلت اللفظ؟ انا اريد بدي انزل انا قبل هالوقت هذا، كيف يعني فيني انزل ولا لا؟ شو اللفظ اللي قلته؟ قلت علي الطلاق ما بنزل بعد ثلاث شهور. هلا مثل ما ذكرت انا قبل قليل انه هذا على قول ضعيف كفارة يمين اطعام 10 مساكين وبتنزل، لكن على قول الجماهير انه بيقع طلقة فيه. فيك تقلد هذا القول عند الحنابلة وطعمي 10 مساكين وتنزل. ناخذ اتصال. الو. ايوه تفضل. اهلا وسهلا. الله يعطيك العافيه اخي. الله يعافيك. يا هلا. الله يعافيك. يا هلا. احكي مع الشيخ ولا انا معك؟ تفضل حبيبي. الو. انا الشيخ معك. تفضل. انا الشيخ معك. تفضل. الله يعطيك العافيه يا رب. الله يعافيك. الله يعافيك. عندي طفلة عمرها 8 سنين. نعم. يا ريت تنوص التلفزيون تسمعنا من السماعة حبيبي. نوص التلفزيون. عندي طفلة عمرها 8 سنين بدها تروح معي على الجامع على صلاة الجمعة، واخواتها ما بيرضوا ياخذوا، خلوني اخذها، يقولوا لي حرام، بجوز اخذها معي على الجامع؟ لا 8 سنين بيصير، يعني 8 سنين هلا يعني لساعتها طفلة، بجوز تاخذها معك والله هيك يتقبل منا ومنك يا رب. على صلاة الجمعة بدي اخذها معي على صلاة الجمعة. تمام، لساعتها طفلة يعني صغيرة في السن، بتصير تفوت معك على الجامعة عند الرجال يعني. بصير ما في مشكلة. ناخذ اتصال. الو. الو. يبدو فقدنا الاتصال، ناخذ اتصال اخر. الو. يعطيك العافية استاذ. الله يعافيك. يا اهلا وسهلا. بدي اسالك سؤال. تفضلي. بدي اسال. هلا انا لي ورث من ابي صار له 10 سنين 11 سنه متوفي. رحمه الله. رحمه الله. الله يسعدك. بدي اخي وامي قاعدين بالبيت، اذا طالبت بورسي من حق ابي بكون عم بغضب امي؟ لا، بالحقوق ما في عقوق، يعني انه انت بتطالبي الورثه امك موجوده بالبيت اللي بدك تطالبي الارث فيه، مو هيك؟ اي لا انا ماني موجوده بالبيت. ما
مفهوم. الموجود بالبيت أمك. أمي وأخي. هلا بالحقوق ما في عقوق، يعني بحق لك الطالبي بحقك. وإن كان يعني الأفضل أنه ما تزعلي أمك الأفضل، لكن بها القصة ما في عقوق، هو حق مكتسب إليك أنت بدك إياه. متوفي والد 11 سنة. نعم. ناخذ اتصال. ألو. ألو. ألو أهلا وسهلا. ألو أهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيكي، أهلا وسهلا. الشيخ والله بدي أسألك، جوزي نادر ندر. نعم. جوزي نادر ندر مشان شغلة، إذا زبطت بده يذبح خروف، بيقدر ياكل منه؟ لا، اللي ندر ما بياكل من نذره. ما بياكل ما هيك؟ لا ما بياكل منه، بيوزعه للفقراء والمساكين حصرا. ناخذ اتصال. الو. الو. يبدو فقدنا الاتصال، ناخذ اتصال اخر. الو. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. شيخنا بدي أسألك، هلا أنا جوزي طلقني مرتين، وفي شيخ رجعنا بحكم عقد جديد ومهر جديد، ومن فترة صارت مشكلة كبيرة بينه وبينه، وصار لفظ طلاق، بس شيخنا هو ما كان ناوي يطلق وما كان وعيان حاله إنه طلقني. فبعد ما خلصت المشكلة وحكى لي أنا طلقت، حكيت له إيه، ما هو يعني طلعت كلمة الطلاق منه فجأة. شو اللفظ اللي قاله؟ حكى لي اسمي طالق طالق طالق. وقبل منه في طلقتين؟ ايه. وكل مرة شو يقول لك، أنت طالق؟ ايه. ايه طلقتي منه، هيك طلقتي منه والله أعلم. الشيخ بس هو ما كان ناوي الطلاق، يعني ما كان يعني هيك وقع الطلاق، ما في رجوع والله أعلم. ناخذ اتصال. ألو. 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 ألو أهلا وسهلا. يعطيك العافية سيدنا. كيف الله يعافيك يا ميت، أهلا وسهلا. سيدنا بس سؤال بعد إذنك، هلا أنا كل ما أروح شوف جماعة بدي أخطب من عندهم، عم تيجي من عندهم من رفض. طيب. ويعني شفت مو واحدة تنتين، صار لي شايف شي ستة سبعة، ما في كله عم يجوا بالرفض. السؤال يعني شو السبب؟ ما بعرف، ما عم يقولوا شو السبب، عم نعمل استخارة وبعدين تجي بالرفض، ما في. يعني ما اجى نصيبك، يعني هذا اللي عم يصير له هلا. بنت الحلال اللي الله كاتب لك اياها لسه يعني ما وصل المعرفه الها، ان شاء الله قريبا الله بيجمعك بمن تحب، وان شاء الله موفق، وبنشوفك قريبا هيك مبسوط ومروق ان شاء الله. ناخذ اتصال. الو. اتصال. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خلينا ياك يا شيخنا، جمعه مباركه ان شاء الله. الله يبارك فيكم يا اهلا وسهلا. الله يسلمك. عندي سؤالين من بعد اذنك. تفضلي. الله يوفقك. اختي عندها بنوته عمرها 8 شهور، وبنت اختي الثانيه عندها صبي عمره سنه ونص. بقى اختي راحت على السوق وتركت الصغيره عند بنت اختها، قام هي البنت كثير بكيت وجاعت، قام رضعتها رضع بشبعه. هلأ بتصير انه بنتها يعني لبنت اختي؟ هلأ عند الحنفية بتصير، عند الحنفية رضعة واحدة بتساويها بنتها بالرضاعة. اي وفي رضعة تانية بس بدون شبعة. اي هلأ هي الافضل تكملهم على الخمسة حتى يصير عند الكل، لأ الشافعي اذا ما في خمس رضعات ما بتصير بنتها بالرضاعة. الحنفي مصة واحدة بيخليها انه تصير بنتها بالرضاعة. لذلك يعني اذا يعني كملت على خمس رضعات بيصير هيك عند الكل، يعني عند الكل. ناخذ اتصال. الو. 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 يعطيك العافية شيخنا. الله يعافيك، اهلا وسهلا. الله يعافيك، اهلا وسهلا.
والله فيني احكي مع شيخنا؟ انا معك حبيبي تفضل. الو انا معك يا حبيبي شرف. بس شيخ انا كاتب كتابي مع وحده بدي اطلع معها. سامعك شيخنا. هلا انا بس بدي اسالك سؤال. انا كاتب كتابي مع وحده بس هيك مصير كثير مشاكل يعني وما في تفاهم كثير مثلا على اذا طلعت معها انا فيني مثلا اطلع معها مثلا هيك وهديه. يعني سؤالك انت كاتب كتاب شيخ وبدك تطلع مع خطيبتك اللي كاتب كتابك عليها مشوار وتعطيها هديه، مو هذا السؤال ولا انا فهمت غلط؟ ايه بالضبط بس ما في تفاهم كثير بيناتنا يعني حاسس انه في شيء انه بضل في مشاكل بيني وبينها. تمام يعني هلا انت سؤالك بالتحديد بجوز تطلعوا مشوار وتعطيه هديه وفي عقد بيناتكم بجوز؟ ناخذ ايها الساده المشاهدون والمشاهدات نذهب الى فاصل ثم نعود اليكم فابقوا معنا. ايها الساده المشاهدون والمشاهدات عدنا لاتصالاتكم مع اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا في سؤال بس إذا سمحت. تفضل حبيبي شرف. ابني بألمانيا بيشتغل بمطعم، أيام بيضطر يغسل كاسات تكون فيها خمر أو صحون فيها خنزير، في شيء عليه شغله حرام؟ يعني هو بيشتغل بالمطبخ وبيغسل الكاسات والصحون هيك شغلته؟ ايه بس ايه بيجوز ما بيطبخ ولا بيساوي شيء بيجوز يغسل. في نقطة تانية عندهم الدجاج بيعطوه مخدر قبل ما يذبحوه بيجوز ياكل منه؟ يعني هو مذبوح ولا مصعوق بالكهرباء؟ لا بيقول اللي بيعطوه مخدر بعدين بيذبحوه. هلا هن ما عندهم ذبح عندهم صعق، إذا صعق ما بيجوز، أما إذا ذبح بيجوز. ناخذ اتصال. ألو 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 أهلا وسهلا. ألو 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 أهلا وسهلا تفضلي. أهلين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك أستاذ؟ يا أهلا وسهلا ومرحبا. أهلين فيك يبارك فيك يا أستاذ. أستاذ بدي أسألك بالنسبة للخالي شو حكم مثلا الثواب أو العقاب في حال واحد وصلها أو تركها خاصة إذا كانت مريضة أو بحاجة مثلا لنفقة وهالأمور، هي الخالي أو العمة كمان معلش. وسؤال تاني لو سمحت، شو الصيغة اللي نقدر نستغفر فيها أو الصلاة على النبي كمان؟ نعم هلأ يعني الصيغة للصلاة على النبي. تمام هلا أول شيء بالنسبة للعمة والخالي، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الخالة أم والعمة نفس الشيء، فبالنسبة للإنسان إذا ما في مين ينفق عليهم، يعني دائما النفقة بتبدأ من الأبوة، البنوة، أخوة، عمومة، خؤولة، جدودة وهكذا، يعني بدنا نشوف أول شيء ما إلها أولاد ينفقوا عليها، ما إلها أخوات، ما إلها كذا. إذا ما في هدول بيتعين على ابن أختها بيتعين ينفق عليها، بصير واجب ينفق عليها. هلأ إذا في إلها يعني حواليها من ينفق عليها لكن مقصرين معها، طبعا من البر ومن الأجر ومن الثواب أنه ينفق على خالته ينفق على عمته إذا كانت يعني أحوالها تعبانة أو مقصرة وفي إلها أولاد، من البر أن يفعل ذلك وهذا له أجر وثواب وفي صلة رحم. الصيغة صيغة الاستغفار، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ناخذ اتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخ؟ الحمد لله يا أهلا وسهلا. أنا يا ريت تنوصينا التلفزيون بس. إيه شيخي أنا نادرة ندر. يا ريت نوصل. كيفك شيخي؟ أهلا وسهلا تفضلي. أنا نادرة ندر إنه بس يطلع جوزي من السجن اقرأ مولد والله ما يسر معي هلا. يعني طلع هو من السجن؟ إيه.
هلا المولد اللي بدك تقريه مو شرط تجيبي منشدين وتجيبي يعني ندرتي تقري مولد. المولد هو في كتاب اسمه مولد هيك بينقرأ، وفيكي تقرأي يعني تجتمعوا هيك أربعة خمسة وانت والأسرة والأولاد وتقرأوا المولد من الكتاب، بيمشي الحال يعني، ما بده هالكلف ولا بده شيء. ناخذ اتصال. ألو ألو ألو، أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخنا أهلا وسهلا، تفضل. أهلا وسهلا، تفضل. يخلي لي اياك يا رب. شيخي بدي اسالك سؤال لو سمحت. مش جو؟ اي تفضل. اي خلي لك، انا عندي بيت باجره بستفيد من اجاره. طيب. فالله مثلا طيب. النبي هو بسوى تقريبا شي 100,000 ليره اجاره، فحاطط فيه جماعه هن مو قدروا يدفعوا هالمبلغ. فبدفعوا 25,000. فبعتبر انه هذا الباقي انا قلت لهم قد ما تقدر تدفع ما في مشكله. فهن بيقدروا يدفعوا 25,000. فقلت لهم معلش، بقدر اعتبر انه الباقي مثلا انه زكاة مال وصحة؟ هلا هيك ما فيك تعتبر، هلا هيك بتاخد اجر وثواب، يعني بيت اجاره 100 انت عم تاخد 20 ولا 25، اكيد اخذت اجر وثواب. هلا اما انه يستدينوا البقية ويرجعوا لك يا يعني مثلا، او انت تعطيهم المال يعني، اما هيك انه تعتبر الاجرة هو زكاة لا ما بيصير، لانه هي منفعة، البيت والسكنة تبعه منفعة، بالنسبة للمال بده تمليك، بده تمليك، فلا يجوز أن تعتبر هذا يعني سكنة في البيت هي الزكاة. ناخذ اتصال. ألو ألو ألو، أهلا وسهلا. ألو، أهلا فيك يا رب. ممكن أطرح سؤال على الشيخ؟ أنا معك، تفضلي. أهلا وسهلا. هلا شيخنا، انا زوجي رمى يعني في نهار يوم جمعه، انا دقيت له كثير فهو صار يعني يفصل لي. فلما اجى على البيت قلت له انه ليش انت ما رديت؟ فقال علي الطلاق، ما عم بعرف احكي. شو قال؟ وهو لا، هو ما بيع علي الطلاق، ما عم اعرف احكي. نعم هذا اليمين اللي حكى، نحن سألنا أكثر من شيخ، فشيخ قالوا لنا أنه لازم نسأل بوزارة الأوقاف، وفي مين قلنا أنه لا وقعت، وفي أنا شيخ قال لي ما وقعت، نحن مشان ما يعني هي لأول مرة هذا الشيء صار، نحن مشان يعني ما نقع أنه بالحرام وكذا، ففي شيخ قلنا ردنا يعني، وأنا أطعام 10 مساكين، وأنا رحت سألت بالجامعة وهي، فشيخ قال لي لا ما وقعتنا أنه هو مو رايد يعني أنه يطلق، وهو مو رايد الطلاق، وما هو بيعرف فقط انه اذا قلت انت طالق هو هي اللي بتقع طلقه، ما بيعرف انه علي الطلاق انه هي تقع طلقه. فهلا انا يعني وقعت طلقه اما لا؟ هلا انا قلت انه هذا اللفظ تبع علي الطلاق هو عند الجماهير بيقع طلقه، لكن عند بعض الحنابله هو كفاره يمين، في يعمل كفاره يمين طعمي 10 مساكين ويمشي على القول الضعيف إذا كان اللفظ علي الطلاق. ناخذ اتصال. ألو ألو ألو، يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو أستاذ، أنا بدي أسألك سؤال الله يجرب خاطرك. تفضل. أستاذ أنا بال 2012 2013 هجرت من بيتي من الغوطة أنا. طيب. وحالف يمين أنا على جماعة أستاذ إنه ما يفوتوا بيتي. ولما طلعت أستاذ من بيتي أنا، طيب قاموا دخلوا على بيتي، يعني صار يفوتوا يترددوا على بيتي. انت شو اللفظ اللي قلته؟ حلف الطلاق انه ما يفوتوا على بيتي، قامت يعني اللي لفظ الطلاق بعض ناس دخل. اللي لفظ الطلاق اللي قلته، حلفت بالطلاق استاذ. والله فهمت، اللي شو اللفظ اللي قلته؟ اللهم صل على
انه هين المخلوقه ما تدعس بيتي. لك ايه شو لفظ الطلاق يا حبيبي؟ شو لفظ الطلاق؟ قلت اذا دخلت فلانه هي زوجتي طالق، قلت علي الطلاق، قلت زوجتي طالق، اذا يعني اعطيني اللفظ اللي قلته بس. لا استاذ قلت علي الطلاق، هي طوال ما هي انا حلا استاذ قلت علي الطلاق بيتي ما بتفوتوا هي المخلوقه. تمام تمام. هلا هذا اللفظ عند الجماهير بيقع طلاق، وعند بعض الحنابلة هو كفارة يمين، يعني ما بيقع عند بعض الحنابلة، بس كفارة يمين بالطعم 10 مساكين. ناخذ اتصال. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يوفقك شيخ. ممكن سؤال من بعد إذنك؟ أي تفضلي. الله يوفقك. بدي أسألك سؤال. أختي جوزها بيعطيها خرجية كل أسبوع، بس هي المبلغ اللي بيعطيها رمزي كتير. هلأ بجوز أنه تاخد من وراء ظهره بدون ما يعرف، هل هذا حرام ولا لا؟ واللي عم يعطيها يا ما بيكفي؟ يعني على الأد، على الأد كتير. إذا على الأد ما بيجوز تأخذ، أما إذا ما بيكفي يعني تأخذ ما يكفيها، تأخذ ما يكفيها، يعني هو معه ومقصر وهي بحاجة البيت بده وهي بده ومقصر عليها فأخذت. يعني البيت شيخي من بعد إذنك، البيت هو بيجيب كل شيء للبيت، بس إنه هي مصروف إلها شخصي. مصروف شخصي ما بيجوز تأخذ أكثر من اللي عم يعطيها إياه. طيب ما في. شكرا لك. أهلا وسهلا ومرحبا. ناخذ اتصال. الو الو. يبدو فقدنا الاتصال. ناخذ اتصال اخر. الو الو الو. اهلا وسهلا ومرحبا، تفضلي. تفضلي. اهلا وسهلا. الو لو سمحت ممكن اسالك الشيخ سؤال؟ انا معك تفضلي. بس نوصلنا التلفزيون اسمعينا من السماعه. طيب الو. انا لما بقرا من يعني بالصلاه دائما بقرا من اجزاء صغيره، يعني بالفرض، حتى بالفرض او بالسنه، فهذا يجوز يعني؟ لأنه أنا بحب إنه دائما أعمل تلاوة كاملة، فهذا جائز ولا بس إنه بس بالسنة؟ بالفرض لا، لأنه شيء قالوا لي لأنه بالفرض لا، بس خليكي على السنة، وأنا بدي أتأكد من هالموضوع. يعني سؤالك بالضبط إنه بجوز تقرأي بالفرض والسنة من القرآن الكريم هيك؟ من الكتاب، من أجزاء صغيرة. إيه بجوز، بجوز بالفرض وبالسنة جائز. ناخذ اتصال. الو الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيك العافيه شيخ. الله يعافيك. هلا ممكن بس بدي اسالك بس عن شغله؟ تفضل. هلا انا في شخص اعطاني مبلغ 10 ملايين ليره سوري. طيب من سنه. تمام. هلا خلصت نهايه السنه، اشتغلنا فيه هون، خلصت نهايه السنه، جاي عم يطالبني بالفرق. هو قيمه ال 10 ملايين اختلفت، عم يطالبني بالفرق، مع انه نحن ما اتفقنا انه على هذا الاساس، يعني نحن اتفقنا انه 10 ملايين. هو شريك؟ هو ياخذهم ولا لا؟ هو شريك؟ تماما شريك. يعني هو شريكك، اشتريته بضاعه مو هيك؟ لا بياخذ مقدار المال اللي حطه، يعني بمعنى هو اشتريته ب 10 ملايين بضاعه، هالبضاعه ان ربحت بياخذ راس ماله مع الربح اللي طلع، خسرت بيخسر حتى من الشيء اللي من حصته، فلا بيزيد ولا بينقص طالما هو شريك وفات معك ببضاعة وبمحل. فإذا القيمة الشرائية غلت يعني بضاعته غلت، فما في أي إشكال بالكلام. أما إذا أنت أخذت منه تشغيل مال وكذا، يعني هو الموضوع أنه شريك الآن. ناخذ اتصال. ألو الو الو. اهلا وسهلا. الو اهلا وسهلا.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال لو سمحت. الله يسلمك. تفضلي. أهلا وسهلا. إذا بدي أطف شجرة ليمون هي متدلية من عند الجيران، يعني هنا ما بيقدروا يقطفوا منها، هي في فرع إلها عندي، فبيجوز إنه أخذ منها؟ استأذنيهم، استأذنيهم وخدي. هنا مو يعني مو موجودين دائما. يعني انت مره واحده استاذنيهم، قولي لهم انا هالعرق متدلي لعندي، الشجره في عرق متدلي واحيانا بقطف، تسمحوا لنا هيك نقطف امتى ما صار لنا؟ تستاذني مره واحده ودائما اطفي بعدين. يعني ما بيجوز انه اخذ بدون ما اي بدون اذنهم؟ لا. طيب سؤال ثاني عن اذنك. تفضلي. المحلات اللي اجارات القديمه عم بيعطوا اجارات يعني باسعار زهيده. طيب. وفوقها بياخذوا فروغ هن وقت بيطلع من المحل، هو ما بيحق له هذا الفروغ بياخذه. شو بتوجه لهم كلمه حضرتك لهدول المحلات؟ هو اتفاد دفع فروغ؟ في منهم دفع وفي منهم لا ما دفع. الاجارات القديمه في منه دافع فروغ وقت دخل، هذا بيحق له ياخذ فروغ وقت بيطلع. وبيحق له يدفع اجارات قليله لانه هو عمليا الفروغ بيطلع تلت ثمن المحل وقت اللي دخل فيه. هي قانون موجود، يعني قانون الفروغ، فاللي دخل باجار قديم بفروغ لما بده يطلع بيحق له ياخذ فروغ. اما واحد دخل مستاجر ما دفع فروغ بيطلع مثل ما دخل، بيطلع مثل ما دخل ولا بيحق له لا يطالب ب40 لا يطالب ب60 على احكام الشريعه الاسلاميه. بناخذ اتصال. الو. 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 اهلا وسهلا. الو. اهلا وسهلا. صباحك شيخ. صباحك مبارك الله يخليك. الو. تفضل. اهلا وسهلا. عندي اخي، عندي اخي عطول عطول بيحلف يمين الطلاق من رقبه مرته. نوص التلفزيون وحاكينا من السماعة إذا بتريد. شيخي بيقول علي الطلاق من رقبة مرتي. إيه بيقول علي الطلاق من رقبة مرتي، بيقع يمين الطلاق؟ لا، أنا قلت على قول الجماهير كلهم بيقع، لكن في قول ضعيف عند الحنابلة إنه هذا اللفظ كفارة يمين. ناخذ اتصال. ألو. الو. 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 اهلا وسهلا. صباح خير شيخنا. صباح النور يا مرحبا. صباح النور يا مرحبا. اهلين شيخنا. الله يسلمك. يا شيخنا ستنا خديجه وقت زوج عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته ما قبل وفاته؟ لا بعد وفاته. بعد وفاته. نعم تزوج. تزوج عليها. بناخذ اتصال. الو. 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 اهلا وسهلا. الو. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يكرمك شيخنا. هلا بدي اسالك، الزواج على التليفون، عقد القران على التليفون، اذا البنت والشاب وفي شيخ وفي شهود بيجوز ولا بيجوز؟ يعني هو الشاب عم يقول لها زوجيني نفسك على التليفون وهي عم تقول له قابلته وفي شهود، مو هيك؟ لا، ويكون في شيخ يعني وشهود وكله. مين اللي عم يقول للثاني زوجني والثاني عم يقول له قابلته؟ ما بعرف هو شو ليش مو هلا يلا حفسر لك اياها، حاشرح لك اياها. اذا كان عقد الزواج على التليفون انه الزوج الشاب بيقول للبنت زوجيني نفسك وهي بتقول له قبيلته وفي اثنين شهود ما بيصح. الزوج بيوكل ابوه بيوكل اخوه، ولو هو فاتح عم يتفرج، الاخ او الاب بيقول له زوجني او زوجيني، زوجي نفسك لابني أو لوكيلي ولدي فلان كذا، أو زوجي نفسك لموكلي أخي فلان،
وبتقولي قابلته واثنين شهود موجودين بصير، أما على التليفون ما بصير لأنه ما في اتحاد بالمجلس، ما في اتحاد بالمجلس. ناخذ اتصال. ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي ماما دخلة بالهدى صار لها شي شهر وكم يوم، فهي إخوالي بنفس البناية وخالتي، فهي عم يقولوا لها إنه بعد المغرب ما بصير تبقي برات بيتك، إنه فيها هلا بعد ما تخلص أغراضها وشي إذا بدها تطلع بعد المغرب فيها تفوت لعندهم ولا لا؟ هلا من بيت لبيت بنفس البناية جيران هن يعني؟ هن بنفس البناية يعني، هي بالطابق الثاني وهن بالطابق الثالث والرابع. اي قبل المغرب، قبل المغرب بجوز تزورهم. بعد المغرب لا. لا طبعا بنفس البناية يعني، هي طيب. جيران اسمه. طيب شيخي هلا معلش هو سؤال يعني غليظ شوي بس انه لعب الشدة شو حكمه؟ شو هو؟ لعب الشدة. هلا لعب الشدة قسمين، في شيء يعني في رهن انه اللي بيخسر بيدفع كذا، اللي بيخسر بيجيب عشاء، اللي بيخسر هذا صار حرام يعني قمار. اما هلا ما في، انه اللي بيخسر شباب قاعدين او بنات وعم يلعبوا هيك يعني تسلاية. هلا هذا اذا بده يجر بغضاء وشحناء بصير حرام. يعني انا بشوف بيلعبوا بالشدة غالبا نهاية الجلسة مسبات وبيتخاصموا، انت كذبت وانت غشيت وبيصير عليها خصام وزعل وبترتفع اصواتهم وكذا. اذا بده يؤدي لهيك كمان بصير حرام، واذا بده يلهينا عن وقت الصلاة بصير حرام. يعني اذا راحوا كل هدول بصير مباح. ف يعني الانسان هو بده يعرف اذا هاللعبة بده تجر عليه الشحناء والبغضاء واللعن والمسبة وكذا، لا بصير حرام. ناخذ اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخنا؟ الحمد لله يا أهلا وسهلا. والله بدي أسألك سؤال شيخنا. أنا وبنت عمي إخوات، فينو هي رضعانة من أمي، فينو ابن أخي يتجوزها؟ هلا بنت عمك رضعانة من أمك؟ إيه. كل أولاد أمك أخواتها برضاعة. يعني ما بيجوز اخوك يتزوجها. ليش؟ لانه اخوها برضاعه، لانه هي رضعانه من امك. طب ابن عمي فينه يتجوز اختي؟ اللي ما ابن عمك ما رضع من امك. ايه ايه بيصير يتزوج اختك. هاي بيقول له تريك الرضع وخذ اخوك. ايها الساده المشاهدون والمشاهدات، مع هذا الاتصال الاخير اترككم بعون الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.